دكتور عبد السلام، انا بشكرك وبرحب بيك الاول. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. وسعيد يعني باشرافك على المشروع الكبير ده. واسمحوا لي بس ان انا ادي خلفيه بسيطه كده. من حوالي سنه ونص او اتنين تقريبا، حصل نقاش على ان بناء الطريق في البحيرات يعني ممكن يسبب مشكله كبيره جدا. واحنا حضرنا حتى يعني كان بدي تدشين المرحله دي، والدكتور عبد السلام كان موجود، وقلنا له احنا عايزين رايك وعايزين اشرافك على المشروع ده. مشروع كبير قوي ومحور رئيسي، وعايزين نطمن ان احنا المسار الفني والهندسي اللي شغال بيه العمل يعني يطابق المعايير والمواصفات اللي احنا على الاقل مصممين الطريق عليها. وطبعا هو الكلام اللي بيقوله الدكتور عبد السلام النهارده بياكد لنا ان يعني ان ده. وخليني بس اقول ان المحور ده كان عباره عن نصين، نص كان موجود قبل كده، وطبعا خد وقته في الهبوط الثاني اللي هو القديم، يعني خد له 20 سنه ولا اكتر، فما بقاش فيه مشكله. فبقت المشكله في ان احنا لما نيجي نعمل المحور ده عايزين نطمن مش هنستنى بقى 20 سنه ثاني ولا حاجه، يبقى بشكل كويس يعني. فطبعا شرحه لنا الدكتور عبد السلام النهارده، او بياكد لنا ان الامور مطمئنه، وحتى لو حصل شكل من اشكال الهبوط في الاطار الطبيعي واللي محتمل ان احنا نتعامل معاه بسهوله، ولا ايه؟ طبعا. ها؟ اللي هو محتمل حدوثه في اي مشروع. في اي مشروع. اي مشروع. فاحنا اولا بنرحب بيك وبنشكرك وسعداء بالجهد اللي انت شاركت بيه، وانك انت يعني حطيت ثقل كبير قوي قوي، هو عباره عن السمعه والخبره الكبيره والعلم الكبير اللي موجود عند حضرتك في اخراج هذا المشروع بالشكل ده. فانا بشكرك دكتور عبد السلام، وربنا يا رب يديك الصحه. شكرا جزيلا دكتور. شكرا قوي دكتور عبد السلام. اسمح لي، نظرا لمجهودات حضرتك العظيمه تجاه الوطن، نظرا لمجهودات حضرتك العظيمه تجاه الوطن، الرئيس عبد الفتاح السيسي قرر الان انه يكرمك. الف مبروك.